التمهيد. قاعة المر بالنسبة لي أقسام التمهيد. وعندنا هنا هذه قاعة النشاط. هذه قاعة النشاطات، تفضل. وهذه أهم وسائل لتعتمد عليهم المعلمة التفاهم بمختلف النشاطات التربوية. عندنا هنا هذو الوسائل هي في معظمها ألعاب تعتمد على التركيز، كما هذه الألعاب التركيز الذكاء، وهنا نمتحن درجة الذكاء ودرجة التركيز بالنسبة للطفل. هي نشاطات تعليمية أكثر منها ترفيهية، فيها الديسان، فيها رسم، فيها عدة نشاطات مختلفة.